حدا يساعدني، امي كل شي عم يحترق، ساعدوني امي. يا امي البيت عم يحترق، امي ساعدوني امي. امي 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 حدا يساعدني، سال الله تعالوا ساعدوني ساعدوني ساعدوني، ما بدي موت هلا. أخي طيب بركي هربوا؟ لا ما رح يهربوا أبدا. هديك هي السيارة. لك اتركنا بحالنا وحل عنا يقطع عمرك. أمي هدول ديفران وعلي قدروا يلاقونا. ما رح نقدر نهرب منهم، اكيد هن رح يمسكونا. لا نحن رح نهرب، شو ما صار ما رح يمسكونا. وين اختفوا هدول؟ امي ليش وقفنا هون؟ امي يلا يلا زهرة تعالي بسرعة. أخي معك شي محل فاضي؟ ايه اختي. تمام بنتي رح تطلع معك. امي شو عم تقولي؟ مستحيل روح لحالي. امي اسمعيني منيح، اذا نحن رحنا مع بعض ما منقدر نهرب منهم، واكيد رح يلاقونا، منشان هيك رح تاخدي جمال وتروحي، اتفقنا؟ زهرة حبيبتي لازم تروحي، انت مجبورة تعملي هيك تمام؟ هلا اسمعي شو رح قلك، لما توصلي على اسطنبول بتنزلي بهارم. بهارم زهرة اكيد لساتك بتتذكري لما رحنا مع بعض لهني صح؟ بتنزلي هنيك وبتستنيني، وانا بكرة الصبح بكون عندك تمام؟ أمي لا تبعتيني مع جمال لحالي، ما فينا نكون بعاد عنك. لا تخافي أختي. رح تطلعي ولا لا؟ يلا جاي. لا تخافي استنيني بهارم والصبح بكون عندك، ثلاثتنا رح نبلش حياة جديدة. أنا كتير بحبك يا روحي كتير. يلا انتبهي على حالك زهرة. خلينا نفوت على هالكراج. ماشي يا اخي. Thank you.
أخي السيارة مالا مبينة. طلع أكيد هون. ملك امشي. ما رح تقدر تهرب، رح نمسكها.